بنسجل النهارده يا جماعه 1/2/5/2019 اول لحظه انطلاق في تصوير اول فيديو في مسجد الرحمه بقريه بنوب مركز نبراف. جت طفله صغيره بتقول بتعملوا ايه؟ احنا بنرفع المقاسات، بقول لها ان شاء الله هنبني الجامع، فاتبرعت ب5 جنيه اهي. يلا تدي لهم ال5 جنيه يا ماما. يلا انت اسمك ايه بقى الاول؟ زعائي. لا زعائي. نور. ايه؟ رمضان. ايه؟ عسل يا نور. ربنا يبارك فيك يا نور، بارك الله فيك يا نور، ويبارك في ولادك يا نور واهلك جميعا يا نور، ووالدك ووالدتك ربنا يجزيكم خير، بارك الله فيكم. اول بصمه من طفله صغيره يا نور، ربنا يبارك فيك يا نور. ان شاء الله وادى مسجد الرحمه، وربنا يجعل ايامك نور ووالديك، جزاكم الله خيرا. نترككم في ولايه الله امني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا نتحدث اليكم من امام مسجد الرحمه بقريه بنوب اليوم الموافق 2/5/2019 الخميس، اول لحظه انطلاق لرفع مقاسات المسجد بقياده المهندس عبد الحميد عبيد من محل الزياد، الذي قام بتاسيس وتصميم واخراج واشراف مسجد البحر ومسجد ابيستو، الذي جعله كالربيع المزهر وكالنسيم المبحر. جزاكم الله خيرا. نترككم في ولايه الله امني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.